بايرن ميونخ. الجزائري رامي بن سبعين في لقاء خاص مع بين سبورتس الجماهير الجزائرية بتعويضها عن الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا الماضية، وكذلك عن عدم تأهل لكأس العالم الأخيرة في قطر. لا، الفترة هذيك تاع عدم التأهل لكأس العالم والخروج من الدور في الدور الأول من كأس إفريقيا صراحة كان وقت صعيب بزاف علينا احنا اللاعبين، على المدرب نظن باللي اكثر، وعلى الشعب اكثر من مدرب واكثر من لاعبين. احنا عملنا كل شيء باش نروحوا لكأس العالم، هذه ما كتبتش. بالك كانوا خاصنا كاش حاجات ما درناهمش مليح، مانيش عارف، المهم ما كتبت لناش. فتنا هذيك لا بيريود على بالنا باللي جايه كاس افريقيا واحد اخرى وتاهل لكاس العالم الجايه. ان شاء الله نديروا كل مقدورنا باش نتاهلوا ان شاء الله. بعد